محمد الفهدي، انا صديق ديال المرحوم والمرافقة قديمة من 1959، حنا العلاقات كاينة. وهذا الاسبوع هذا اللي فات توحشتو وبغيت نعيط له في التليفون، كتبت التليفون اورجون ما عرفتش شنو فين عاد قالوا لي ودي عيان. هذه واحد 3 ايام تقريبا انه عيان هو السيده ديالو. دابا الحاصل كنت في مراكش وجيت على هذا الغايه باش نعزي العائله ونحضر ندير شويه ديال الاجر، لان هذا السيد عطى الكثير 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 لهذ البلاد. وش نقول لك، تيقول لي دائما ملي تندوز قدام شي مدرسه تنشوف الوليدات صغار، تنقول واش حنا في المستوى باش نوجدوا الخدمه والعمل والمستقبل ديال هاد الولاد كلهم. يعني كيفكر في الجيل القادم، في الجيل اللي جاي. تيقول لك حنا دابا عندنا واحد المسؤوليه، هاد الناس هادو اللي عاد جداد عاد الدراري صغار خصنا نوجدوا لهم فين يكونوا ويكونوا مزيانين في المستوى. البلاد ديالنا كبيره وتستاهل كل حاجه كبيره. كان ذكرت معاه ملي كان تيوجدوا داك المشروع ديال الصناعه ديال السوالم. السوالم خليت خصنا ماشي نديروا، بغينا نديروا معامل ونخدموا الشباب، خصنا نديروا لهم محل اللي يكون في المستوى اللي هز هذا الشيء. البلاد كبيره، خصنا نشوف العين ديالنا كبيره للمستقبل ديال هذه البلاد. الله يرحمه وينعمه، الله يرحمه وينعمه. كان دائما تيشوف بعيد وكبير وخلب كبير والاستقامة. هذاك أول موظف اللي دخلت المكتب ديالو كتبت فوق راسو واحد الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فوق راسو مكتوبة اللي جاي يشوفها. والله يرحمه وينعمه. شفت كيفاش كانت العلاقة ديالك معاه مع المرحوم؟ علاقة كانت صداقة وكانت عمل، ولكن تيقول لي الصداقة ديالنا إلي ساكري، ولكن العمل تخصو يكون أوسي ساكري. أنا على المسؤولية وتتخصك تكون مقابل معايا، وهذاك الشيء اللي كان دائما العلاقة تبقات طيبة ومعقولة ومبنية على الجد والعمل. وكان رجل طيب وسميتو وطني الاخر شعار اللي كاين فيه. كنت تيبغي بلادو الى سيرفي سون بيي دو ميو كيل بوفي. هذا هي المواطنه الحقيقيه. الله يرحمه وينعمه. هذا الشيء اللي عندي ما نقول. كيف ما قلت لي الشريف كان كيعطي الناس ياكلوا، يعني سميتو هذا ابا حتى باه الله يرحمه كان عندهم دار ضياف، عنده الدار ديالو وعنده دار ضياف ومسجد. اللي تيجي براني ولا يدوز تياكل تما، عندهم الماكله باستمرار دائما. وهو العساسه هنا ديال الدب قبيله. سولت شي واحد قال لي حنا سيدي دائما ملي كنا فين ما جانا شي واحد براني ولا عساس ولا هذا تيجي ياكل في الدار. دار الخير. ايوا الله يرحمه وينعمه. من اخر مره شريف تواصلتي معاه؟ واحد 3 شهور ولا 4 شهور. الله يرحمه خويا ما تقدرش نسيت. تسمح لي تسمح لي. اخر مره تواصلتي معاه شريف؟ هذه شي 3 شهور ولا 4 شهور. وسميتو كان عيان شويه، قلت له ودي خليه غني انا ما تحش براسي مزيان. قلت غادي نجي نشوفك ولكن ما كتبش هذا الشغل. الاسبوع اللي فات عيطت في التليفون جوج المرات، التليفون كان اورزون. عاد سولت شي واحد العائله خليه وديهم اوسبيتاليزي، سميتو سوا انتنسيف. ايوا سوا انتنسيف هو النتيجه حتميه. الله يرحمه وينعمه يا ربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.